والمرأة الزوجة ينبغي لها أن تعتني عناية عظمى بشكر زوجها وبتدريب نفسها على ذلك، وأن تضيف إلى الشكر الصدقة، لأن جانب الشكر يضعف عند الزوجة لطبعها ولنظرها إلى حقوقها نظرة خاصة، فينبغي أن تجاهد نفسها في الشكر وأن تضيف إلى الشكر الصدقة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. هذا عند الرجال، والنساء خلف الرجال. ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. وللفائدة الفقهية، هذا أحد أدلة القائلين إنه يخطب في العيد بخطبتين، خطبة أولى ثم ثانية كالجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا خطب خطبتين، خطب خطبة أسمعها الرجال ثم خطب خطبة أسمعها النساء. وذلك الصواب الفقهي في المسألة أن الأمر واسع والكل سنة، فإن خطب الخطيب خطبتين فحسن، يعني في صلاة العيد، وإن خطب خطبة واحدة فحسن. لكن أذكر لكم فائدة نفيسة فقهية: ما كان الأمر واسعا فيه فلا بد فيه من مراعاة الحال في البلاد، فإن تعود أهل البلاد على الخطبتين فينبغي على الخطيب الفقيه أن يخطب خطبتين، ونحن نتكلم عن خطبة العيد. وإن كان الحال حال أهل البلاد أنهم يعني تعودوا على خطبة واحدة فينبغي أن يخطب خطبة واحدة. وهذا ضابط فقهي في كل أمر كانت فيه سعة لاحتمال الأدلة له احتمالا قويا. الشاهد قال: ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم. فقامت امرأة من صطة النساء فقالت: لما يا رسول الله؟ لما النساء أكثر حطب جهنم؟ فقال: لأن كن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. فمن طبيعة المرأة إن لم تجاهد نفسها أنها تكثر شكوى زوجها، على الأقل تشكو زوجها لزوجها، إن لم تشكه للناس فإنها تشكوه إليه. ومما يدخل في ذلك ما يسميها الناس باللو: أنت كذا وأنت كذا، أنت ما تأتيني بكذا، وصويحباتي الأزواج يفعلون ويفعلون، وأنت، هذا يدخل في الشتم. وتكفرن العشيرة، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. رواه مسلم في الصحيح. وهذا الذي جعلنا نقول تضيف المرأة مع اجتهادها في الشكر لزوجها أن تتصدق،